سيدا يا منحة الزهراء والنبوية يا ابن المصطفى يا صنوع فيد النبحة الحسنية جبر الكسير بزينب الورغيات شئتم يكن طوعا فأنتم سادتي ووسيلتي عليا مسيلكم أو كالذي جئتم عليه بنبحتي عليا جملة حاشا يمرى بالذي أو بالتي عليا كي يفغه ضررا بفضل تغيلتي أمان العترة بزينب الكبرى سألتك جدها دوام حياتي أمان العترة بزينب الكبرى
سألتك جدها دوام حبيبتي أما للعترة سرمديتي نبحت زينبيتي شفوا عن بعض ستور رخيتي أشهد آياتي قلبي الواغر رضيتي بذينا ونرزق من رقمي الستور رخيتي بذينا وقاية سؤلي في عن بطون الخفية يا عطوف يا حنيا قل من يحيي علوم بعد ما بلغ العتيا أيها الأحباب هاكم أيها فتيا يا رسول الله زيدني يا عبد يا حنيا من علوم في الفيافي يطلبه
ظمأ مريع إن علمي في الأعالي كان اسم العسامية غني مسكوع بالمعاني عندنا تلغشنية كل من يرضيه قولي كان محبوب الحظية كل من يأتي فقيرا عندنا يضحكني كل من يرضيه قولي كان محبوب الحظية ذا شراب الحضرتين كان لي شربا صافيا أيها المولود شيخا واصلا يا برغيا أيها المامون عونا في ملمات قوية أيها المختوم صرفا أحمدية شاذلية أيها المختوم صرفا أحمدية شاذلية يا أبا العينين أنتم لا تأمل أملي محض فضل الله طر الملك فا وفطوية أمنا زهراء ذات الاجتماع نور سنية بنت من خص بخير الخلق بدا الأولية يا رسول الله يا من يا رسول الله يا رسول الله يا من يا رسول الله يا من خاص به زهرة عليا عم سؤال ومن نبى ومن العظيم بالاجتماع ومن الخلافة فيهم تربو على كل ربا عم السؤال ومن نبى ومن العظيم بالاجتماع ومن الخلافة فيهم تربو على كل ربا الخوف من عجب الحبيب ولا تخوفا من ردى يوفون من نذر الذي نذروه يوما للفداء وهو الذي من نوره طف الشموس إذا بدا وهو الذي في حاله أحيا دوام
سرمدا وهو الذي لولاهما أضحى العبيد مغيدا فهو المخاطب في الضحى ولسوف أعطيك الرضا فالشموس إذا بدا وهو الذي في حاله أحيا دواما سرمدا المصطفى المعصوم من هو قدوة للاقتداء وعطاه قد خصني كرما وليس مغيدا لما بدا بغلوبنا حضرت ركوعا سجدا وأنا الذي من نوره وأنا الذي من نوره المستعان المنجدى منه أنا وأنا به المصطفى والمقتدى كنيت فخر الدين في العليا ولست ملقبا إن الفتى لولا يما بسط الغرام له يدا هوانا الذي من نوره المستعان المنجدا منه أنا وأنا به المصطفى مقتدى كنيت فخر الدين في العليا ولست ملقبا إن الفتى لولا يما وسط الغرام له يدا يؤتى الفتى في صحبتي نسبا صحيحا مسندا إن الغرام إذا صار عبدا لصار مسودا إني جليس الذاكرين إني جليس الذاكرين كذا سميع المنتدى إن الشذا في روضتي من شمه فهو الصفا ثم سلام على بني ألست من أهل العبا المصطفى المعصوم من هو قدوة للاقتداء وعطاءه قد خصني كرما وليس مقيدا